السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم اسحاق. رجعنا لكم بمقطع جديد من مودرن وورفير. ليتس جو. الحين هذا المقطع نشرح كيف خلص التحديات. حلو. وطلع اللون الذهبي والكامو الذهبي. هذه التحديات بتتكرر عندك دائما في الاسولت رايفل. في الاسلحه الثانيه غير الاسولت رايفل والباتل رايفل يمكن في يكون تحديات زياده فوق هذه التحديات اللي انا بشرحها الحين. حلو. التحديات اللي لازم تعرفهن، اول شيء تقتل 50 شخص. ايوه قبل. بعدين تقتل 50 شخص باضافات، وبعدين تقتل دبل كل 10 مرات. هذا الدبل كل. وتقتل 15 هيف فاير من دون ايم. تقتل 15 فروم بيهايند اللي هو من الخلف. هذا فروم بيهايند. فروم بيهايند. وتقتل 15 بوينت بلاك. شوف. وتقتل بالكراوتش. اوكي تحدي كراوتش. كراوتش كده. هذا واحد. هذا اثنين. تقتل 50 شخص بال وانت يعني مركب السبرسر ولا الكاتم. عندك يكون مركب سبرسر. شيل يا حبيبي. هذا واحد. وتقتل 20 شخص ماونتد اللي هو مثبت سلاح. هذا الماونتد مثبت سلاح. وتحدي ذهبي، اكيد تحدي ذهبي لازم تقتل 3 من دون لا تموت. وهي فايطه. فيلم فيدول. دامك انت تصير تخلص التحديات اسولت رايفل تصير تعرف هذه التحديات وكيف تعرف تخلصها. بشرح لكم سلاح سلاح. مثل الامفور. حلو. الامفور وش تحدياته؟ تحديات الامفور لازم تقتل 50 شخص. اوكي. بعدين تقتل 50 شخص بالاتاتشمنت اللي هو 5 اتاتشمنت. بعدين تقتل دبل كل 10 مرات. وتقتل 15 فروم بيهايند. خلص تحدي الذهبي اللي هو 3 مرات وامورك طيبة. والسلاح اللي بعده السكار. اوكي. بيكون تخلص 50 كل اول شيء. التحدي الثاني تقتل 10 دبل. وتقتل 50 شخص. التحدي الثالث بالاتاتشمنت. وتقتل هيب فاير 15 شخص. بعدين التحدي الذهبي. حلو. اوكي. والسلاح اللي بعده قلنا احنا نقول كيان او كاستوف. كاستوف 74 يو. وش تحدياته؟ تقتل 50 شخص. اوكي. بعدين تقتل 15 شخص بال بوينت بلانك اللي هو تلزق فيه بشكل عشان تقتله. انزين. وتقتل 10. اوكي. دبل كل. وتقتل 30 شخص انت مسوي كراوتش. انت خلصت التحدي الذهبي امور طيبة. ونروح اللي بعد اللي هو كوست اوف 5 4 5. زين. هذا السلاح
تقتل 50 شخص أول شيء، بعدين تقتل 10 أشخاص تقتل 10 أشخاص بالهيب فاير، بعدين تقتل 50 شخص بالاتاتشمنت، وتقتل 50 شخص بالسبرسر. من ناحيتين أشوفه وايد سهل. بعدين نروح اللي بعده اللي هو كوست اوف 762. حلو، احس ان كله ان ذا جروب الكيان. اوكي، تقتل 50 شخص، كل سلاح لازم تقتل 50 شخص كبداية، كل سلاح كذا، هذا التحدي دائما يعيد عليك كل سلاح. بعدين تقتل 20 شخص انت مسوي ماونتد اللي هو مثبت سلاح، بعدين تقتل 50 شخص بالإضافات، بعدين تقتل 15 شخص from behind أو من الخلف، بعدين تقتل 3 أشخاص من على تموت أمورك طيبة. واللي بعده لكشمان. أوكي، تقتل 50 شخص أول شيء، بعدين تقتل 10 دبل كل، تقتل 50 بالسبريسر اللي هو التحدي الثالث، وتقتل 10 في فاير، بعدين تخلص التحدي الذهبي اللي هو 3 متوالات موت. حلوين حلوين. نروح اللي هو STP 556. اوكي، تقتل 50 شخص معروف هذا اللي دائما يتكرر علينا كل مرة، بعدين تقتل 20 شخص انت مسوي ماونتد، تقتل 10 اشخاص دبل كل، وتقتل 30 انت مسوي كراوتش ايزي بعد هذا حسيته، وتقتل 3 متوالات موت. والسلاح الجديد اللي هو اخر سلاح جانا اللي هو تشيرما، شرحته في المقطع الماضي اللي يريد يشوفه علامة التعقب اللي فوق، وشرحت كل شيء تقريبا، ما بشرح الحين، روح اللي يريد يشوف تحدياته يرجع المقطع الماضي يشوفهن. اوكي، نروح على طول اللي بعد اللي هو M13. التحديات ماله كذلك اللي هي تقتل 50 شخص، حلو، بعدين تقتل 10 أشخاص دبل كل، بعدين تقتل 15 في بلاك بوينت بلانك اللي هي نقطة العمياء، بعدين تقتل 15 فروم بيهايند وتخلص التحدي الذهبي. اللي يريد يخلص التحديات الثانية اللي هي بلاتينيوم بلوت ميك وال اوريون. اوكي، البلاتينيوم اول شي لازم تخلص كل الاسلحة الاسولت ما عدا تشيرما والام 13، هذا ما محسوب. وخلص اول 8 انت امورك طيبة، تخلص تطلع هذا اللون اللي هو لازم تضرب لونج شوت. لونج شوت انا انصح بماب شوت هاوس، صراحة شوت هاوس انت امورك طيبة، حتى بعطيكم لقطة هنا. على طول تروح كذا، توقف على طول في المنصة وتضرب بس. لونج شوت لونج شوت محسوب لك في الجيم، تقدر تقتل حوالي 10 يعني من 6 ل 10 أشخاص على حسب لعبك انت، عادي تخلص يمكن أكثر عن 10. أنا بالنسبة لي قتلت أكثر شيء 10 أشخاص في الجيم الواحد. حلو، أما البلوت ميك هو لازم تطلع كل الألوان لكل الأسلحة، 51 سلاح لازم تطلع كل الألوان عشان تطلع هذا اللون وتخلص التحدي اللي هو تقتل هيد شوت 25 شخص. لون رهيب رهيب بس متعب شوية. زين، بعدين بعد ما تخلص هذا التحدي لكل الأسلحة طبعا يفتح لك الأوريون وبس. أهم شيء أتمنى المقطع ينال إعجابكم، لا تنسونا باللايك والاشتراك. تشاو.